إذا مشيتي وسولتيني دابا على أفضل لاعب تلعب في خط وسط دفاعي في المغرب آخر 3 سنين، غادي نجاوبك وأنا مرتاح وغادي نقول لك يحيى جبران الكابيتان ديال فريق الوداد. وبالنسبة لإخوان يحيى جبران هو أفضل لاعب اللي تلعب في ديك البوست هذاك وبديك السيستم ديال اللعب في آخر 10 سنين في البطولة، لأن الإخوان يحيى جبران واحد اللاعب اللي رزين وتيعرف وقاش غادي يباس الكرة وكيفاش يبني الهجمة للفريق ديالو، وماشي سهل الإخوان بتاتا يكون عندك شي لاعب بحال هذا في الفريق ديالك. وأنا بالنسبة لإخوان يحيى جبران من الأسباب مباشرة باش الوداد دور الأقل كاملة في آخر 3 سنين. في هذا الفيديو الأخوان غادي نديرو المسيرة ديال يحيى جبران من نهار اللي بدا الكورة حتى دابا، وغادي نذكرو مع بعضياتنا الفرق اللي داز معاهم والإحصائيات ديالو أبرز الألقاب اللي حققهم في المسيرة ديالو. في آخر الفيديو اللي تمشي تلقرا التعليق ديالكم تتقولوا لي فين هو العقاب اللي كنتي وعدتينا به. ومن ناحية الأخوان الناس اللي ما عارفين والو ما عارفين توزع، قبل شهرين بالضبط كون درت توقع ديال الفرق اللي غادي يتأهلوا من دور المجموعات لدور الثمون، وهنا الأخوان جبت تقريبا كلشي صحيح من غير جوج اغلاط بالضبط. الغلط الاول كنت توقع بلي البارسا غادي تاهل بلاصه الانتير، والخطا عاوتاني اخوان ثاني كنت قلت بلي جوفينتوس غادي تاهل عاوتاني وبنفيكا هي تاهلت بلاصتها. وبالمناسبه الاخوان 90% من التوقعات ديالي انا راني جبتهم صحيحه في ديك الفيديو، وكما وعدتكم الاخوان في ديك الفيديو هذاك انا دابا غادي نوفي بالوعد ديالي. هبط دابا الكومونتا وكتب اي تحدي ولا عقاب اللي بغيتي انت تختار، وانا اخوان لغد اللي غادي نختار جوج ديال التعليقات وجوج ديال التحديات وغادي نديرهم 100%. المهم يلا هبط دابا وكتب لي التحدي ديالك، وما حدك هبط هبط ما تنساش معك ديك اللايك وتشترك في الصفحه وتبارطاجي الفيديو هذا ما تنساهاش. ويلا اخوان اذا كنتم مستعدين نبداو. في 18 يونيو 1991 بالضبط، او بالضبط عاوتاني اخوان في مدينه سطات، مدينه سطات اللي معروفه في المغرب ومعروفه بالجمال ديالها، وبديك الجمال ديالها غتولد لنا واحد اللاعب بين افضل واجمل اللاعبين اللي كاين في البطوله حاليا، وولدت لنا الاخوان اسطوره بكل معنى الكلمه. وهذا الاسطوره اللي كاين في البطوله الوطنيه حاليا سموه يحيى جبران. يحيى جبران اخوان في العمر ديالو حاليا 31 عام، كله خبره كله حيويه، وصل افضل ليفل ديالو، وحاليا تيلعب في افضل نادي اللي كاين في افريقيا اللي هو الوداد البيضاوي. وواحد المعلومه الاخوان، يحيى جبران هو اغلى لاعب في اخر 3 سنين في البطوله الوطنيه، يعني اللي تتهضر على يحيى جبران راك تتهضر على واحد لاعب كبير وفي الفورموتيستا اللي يكون في افضل الانديه اللي كاين في العالم. وبلا ما تناقشني فهاد الحداش، اذا تناقشنا انا وياك غادي نغلبك فيها 100%، وخصوصا اللي غادي نهضر لك على الاحصائيات ديالو غتعرف مزيان على من تنهضر بالضبط. يحيى جبران الاخوان بدا المسيره ديالو من بني ملال، وبالضبط من فريق بني ملال، وهذا الفريق هذا الاخوان بدا معاه اللي كان في عمره 10 سنين وبقى معاه حتى 2014. يعني اذا مشيتي وقارنتي حاليا العمر ديال يحيى جبران من 2014 حتى دابا غتعرفوا بلي راه احترف وهو في سن كبير. يعني الاخوان ماشي واحد اللاعب اللي بدا في البطوله هو في العمر ديالو صغير وبدا طالع طالع طالع، لا الاخوان يحيى جبران العكس ديال هادشي، حتى السن 23 عاد بدا تيحترف. وفي 2014 الاخوان اول فريق غادي يعطيه الفرصه اللي كان هو بلديه وجده، وهذا الفريق هذا خاصو يشكروا بزاف يحيى جبران على ديك الفرصه اللي عطاوه مع الفريق. وما حدو كان عنده الخبره وكبير واحد شويه في العمر، دوز غير موسمين مع مولوديه وجده وموراها انتقل من الفريق. وفين مشى يحيى جبران مورا مولوديه وجده؟ ما غاديش نقول لك فين مشى نهائيا، وهذا تحدي بيني وبينك. هبط دابا الكومونتات وقول لي فين دوز يحيى جبران المسيره ديالو مورا مولوديه وجده. المهم الاخوان ديك الفريق اللي مشى ليه يحيى جبران دوز معاه ثاني موسمين، ويمكن الاخوان راكم عرفتوا هذا الفريق لان اصلا تالق معاه بزاف لواحد الدرجه كبيره، وهادشي الاخوان اللي خلى كبار الفرق اللي كاين في الامارات تمشي مع بالزربه. وشكون عيط له في ديك الموسم هذاك باش يلعب معاه؟ هو دابا في جيرا الاماراتي، واللي مشى الاخوان الفريق دابا في جيرا دوز عاوتاني مع موسمين، ولكن بالنسبه ليا ما نجحش في ديك التجربه، وهادشي اللي خلى الاخوان يحيى جبران يفكر مزيان باش يرجع عاوتاني للمغرب. وهنا الاخوان طاح في واحد الحيره بين جوج فرق، شكون اللي غادي يجي يلعب معاهم؟ واش الاخوان غادي يجي يلعب مع الوداد ولا غادي يجي يلعب مع الرجاء؟ وفي الاخوان في 14 يناير 2019 بالضبط اختار باش يلعب في الوداد، وانتقل الاخوان من دابا في جيرا الوداد ب 190 مليون سنتيم بالضبط. وديك الساعه الاخوان في ديك الانتقال الشتويه كان هو اغلى لاعب اللي كان في البطوله ديك الساعات. وبالمناسبه الاخوان يحيى جبران في هذا الصيف هذا كان قريب يمشي من الوداد للدوري المصري، ولكن الاخوان الحب ديالو للوداد والتيمم ديالو بالوداد خليه يزيد معاهم عاوتاني موسمين. نمشيو دابا الاخوان نهضروا على ابرز الالقاب اللي حققها يحيى جبران في المسيره ديالو. يحيى جبران دا البطوله الوطنيه 3 ديال المرات في ظرف 4 سنين، اول لقب كان في 2018، وثاني لقب كان في 2020، وثالث لقب
الخطاب كان في 2021-2022، وعاوتاني خوان في الموسم اللي داز دا دوري ابطال افريقيا مع فريق الوداد، وزيد عاوتاني على هاد الالقاب هادو جوج ديال الالقاب داو مع المنتخب المغربي ديال المحليين، واستطاع ياخذ بطل افريقيا في 2017 وفي 2020، وزيد عاوتاني حاليا غادي يمشي مع المنتخب المغربي للمونديال، وحتى هذا الاخوان راه انجاز وراه تيحسدوا بزاف ديال اللاعبين على حساب هادشي. وانا بالنسبه لي اخوان يحيى جبر هو اكثر لاعب اللي تيستاهل يكون مع المنتخب حاليا. هادو هما الالقاب اللي حققهم يحيى جبران. دابا غادي نمشيو نهضروا على الاحصائيات ديالو في المسيره ديالو. يحيى جبران في المسيره ديالو مع المنتخبات ولا مع الفرق ديالهم لعب 251 ماتش، وهاد الاحصائيات هادو اللي تنعطيهم الاخوان احصائيات رسميه، ولعب الاخوان بالضبط 20913 دقيقه في المسيره ديالو، وفي هاد المسيره هادي الطويله ماركا 30 بيت وعطى فيهم 13 اسيست، يعني الاخوان مع الفرق اللي لعب معاهم ساهم ب 43 بيت بالضبط. اكبر لاعبين اللي تيلعبوا في خط وسط دفاعي في العالم ماركاوش 30 بيت، يعني اخويا تتهضر على يحيى جبران تتهضر على واحد اللاعب اللي تيساهم هجوميا ودفاعيا. وانا بالنسبه لي اخوان يحيى جبران هو افضل لاعب في المغرب بدون منافسه اللي تيعرف يبني اللعب من الدفاع حتى للهجوم. وزيد عاوتاني اخوان واحد الملاحظه، يحيى جبران كان غادي يدوز المسيره ديالو كلها بدون القاب مع الفرق ديالو، وبكل صراحه الاخوان لولا الوداد ما كانش غادي يدي حتى شي لقب، يعني الاخوان المعادله راه متساويه، يحيى جبران راه تيحتاج الوداد والوداد راه تيحتاج يحيى جبران. وبالنسبه لي يحيى جبران النهار اللي غادي يمشي من الوداد غادي يخلي واحد البلاصه اللي مستحيل يعوضها شي واحد. المهم الاخوان اذا وصلتي لهاد النقطه ديما تنساش تهبط الكومونتات وتكتب التحدي ديالك، وثاني حاجه اخوان ما تنساوناش ديك لايك، وما تنساش اهم حاجه هبط وكتب لي في الكومونتات النادي الثالث اللي داز منه يحيى جبران. وفي التليفون كان معكم حفيظ، تهلاو.